من باع فلسطين سوى أعدائك أولئك يا وطني؟ من باع فلسطين وأسرى بالله سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام ومائدة الدول الكبرى؟ فإذا أجن الليل تدق الأكواب بأن القدس عروس عروبتنا، آلاً آلاً، من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة؟ أقسمت بأعناق أباريق الخمر وما في الكأس من السم، وهذا الثوري المدخم بالصدف البحري ببيروت تكرس حتى عاد بلا رقبة. أقسمت بتاريخ الجوع ويوم استغفى، لن يبقى عربي واحد إن بقيت حالتنا هذه الحالة بين حكومات الكذبة. القدس عروس عروبتكم، فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب لصرخات بكارتها، وسحبتم كل خناجركم وتنافختم شرفا وصرفتم فيها أن تسكت طولا للعرض، فما أشرفكم أولاد القحطة هل تدخلتم؟